التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا يسير على بركة الله وتوفيقه شوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط صباحية هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان اللقاية المهجنات الأصايل. انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا المقدمة والمركز الأول، وهنا نواف بشعار عبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي اللي يحتل مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني، المتحد سعيد بن حمد بن سعيد العامري يحتل المركز الثاني، بينما النقلة إلى المركز الثالث ونجد الحضور من شاهين فالح بن حميد بن فالح الشامسي هو الآن يتقدم ليحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع يتقدم شعار باللاحج على ظهر اللي هو أيضا شاهين عمر بمطر باللاحج الهاجري يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس الوصول من مهاوش سعيد بن حمد بن مصلح بجمهور الأحبابي، بينما في المركز السادس واللي يتقدم الآن على المركز السادس هذا إضافة من الشوط الثامن بالفعل يتقدم في هذه اللحظات هذا السهم لمنصور بن سعيد بن راشد المزروعي يتقدم ليحتل المركز السادس، بينما في سابع المراكز وواصلنا في هذه الانطلاقة الفارس قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يتقدم في هذه الانطلاقة المثيرة نحو المركز السابع، بينما في ثامن المراكز ها هو ملفت لسليم بن محمد بن عثعيث العامري، بينما في تاسع المراكز مشغل مبارك بن بخيت بن مبارك المنصوري، وعاشر المراكز ما يهاب لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي. هكذا متابعين الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى المذاعة التي تسير بناموس هذا الشوط، وهكذا هو الحضور من الأسامي القوية من الشعارات المهمة معنا في هذا العالم الساحر، متواجدة بالجودة من الأصايل اللي تتنافس من أجل الفوز من أجل الانتصار في هذا الصباح المثير على أرضية ميدان سيف العرب. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول واللي انفرد وراح وحيدا في مقدمة الشوط، ها هو مسيطر الآن كما تشاهدون نواف لعبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي يتقدم مع المركز الأول مع البداية الأولى، بدأ ياخذ كادر بروحه في مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني أشوفنا المتحد غادم لسعيد بن حمد بن سعيد العامري، والمركز الثالث هنا شاهين فالح بن حميد بن فالح الشامسي، اما في المركز الرابع مهاوش لسعيد بن حمد بن مصرح بن جمهور الاحبابي يبي هاوشهم من خلال انتزاع للنقطة الثالثة من خلال تواجد هذا الشعار، بينما في المركز الخامس شعار باللاحج يتواجد متابعين الكرام على ظهر شاهين عمر بن مطر باللاحج الهاجري، وهذا الشوط في سرعة في منافسة شيقة في حضور من الأسماء الغوية، لكن عودة إلى نواف اللي راح اللي انفرد اللي انطلق مع مقدمة الشوط في استراحة المحارب بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، 1200 عن خط النهاية، 1200 ونواف مسيطر على مقدمة الشوط، عبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي، بينما تقدم مهاوش لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي غادما مع المركز الثاني، أما بالمركز الثالث المتحد سعيد بن حمد بن سعيد العامري، بينما في المركز الرابع شعار فالح بن حميد بن فالح الشامسي، وخامس المراكز براق غادم لمحمد بن صالح بن عبد الله الدرمكي، وهنا بدينا مع الغلاف الجوي الأخير، كيلو والسرعة بالفعل، كيلو الأوامر والتعليمات، ولكن مسيطر
مسيطر نواف يبي يذهب بالسلامات إلى أهالي السلطنة، إلى أهالي السلطنة من خلال الحضور، من خلال الانفراد. بن مصلح قادم، بن مصلح قادم مع مهاوش في المركز الثاني. يلا يا أبو هادي، يلا يا المضمرين، الأمتار الأخيرة. المركز الثالث هنا أيضا ياتي براق محمد مصالح بن عبد الله الدرمكي، والعودة إلى نواف، إلى نواف، نواف على الصدارة. عبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي، الشاعر قادم، الشاعر قادم، بن مصلح قادم مع مهاوش، مهاوش يتسلل ويغير إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. المركز الثالث قادم هنا براق محمد وصالح بن عبد الله الدرمكي، وجولة الأوامر، جولة الأوامر الأخيرة. سلام 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 يا أبو هادي، سلام يا أبو هادي، السوبر هاتريك، النقطة الثالثة. سلام الله عليكم يا هل زعبيل. تحية للشاعر، شاعر حواس الخمسة، يتألق بالشعر ويتألق في سباق الهجن بإنجازاته وببطولاته. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصل اللي هو براق محمد مصالح بن عبد الله الدرمكي. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من ايضا العدملي لسالم بن علي بن سالم العامري. هكذا متابعينا الكرام النتيجه للثلاث المراكز الاولى، عوده الى التوقيت الزمني وساعه وصول مهاوش الى خط النهايه 6 دقائق و9 ثواني بالفعل. ما شاء الله وتبارك الله، تهانينا والناموس لشاعرنا سعيد بن حمد بن مصلح على هذا الإنجاز وعلى هذه الفرحة بالإنجازات. 3 أشواط من أصل 24 شوط في هذا اليوم. تهانينا والناموس لأهالي زعبيل على هذا الفوز، والتهنية لجميع الفائزين والمنتصرين في صباح هذا اليوم.